فكرة آية في حكاية إن إحنا ناخد كل مرة آية واحدة بس من الكتاب المقدس، وربنا يدينا النعمة إن إحنا نركز عليها وناخدها باستفاضة عشان نعرف الغنى اللي فيها، الذخيرة القوية اللي فيها، النعمة الغنية اللي ربنا عاوز يديها لكل واحد فينا، ونفرح بيها كلنا مع بعض ونشبع بيها مع بعض.